السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم عنواننا حتى نشيب سويا، عنوان اللي هو الصداقة. من نحن؟ تعريف الصداقة شنو؟ أبي تعريف، شنو تعريف الصداقة؟ عندك يلا ماجد. عندي من صدق معك في قوله وفي فعله ومعك في السراء وفي الضراء. حلو. الخوي اللي لا ما بغيته وزهمته قال احتزم ويجيك قبل تزهم. الله. في طيب ولا في شر؟ سلام. معاذ. صديقك من صدقك وصادقك. الله. صديق اللي يمشي معك في كل شيء ويدلك على الخير قبل الشر. يا سلام. فلاح. صديقك طال عمرك. الصديق عرف من احد السلف قال من الصديق؟ قال الصديق يتكون او يكمل في ثلاثه. قال وش هي؟ قال الصديق من حفظك في سر في غيبك وسترك في عيبك وآثرك على نفسه. سلام. من نحن؟ الصداقه هي، انا بقول لكم شو معنى الصداقه. الاخوه ليس له صله قرابه معك، مو بأخوك ولا شيء. يعني تعريف الصداقه اللي هو اخوي لما جابته امي، مثل على بعطيكم مثل شنو اسلوبنا احنا نمشي فيه. اخوي لما جابته امي، في امثال واجد عن الصداقه. ما الاسم الامثل لما نحن عليه؟ ما الاسم الامثل اللي نحن عليه؟ اخوه. يا سلام. وبعد الاخوه اصدقاء المقربين اللي بعد. اخو دنيا للخليل. اخو دنيا اخوي لما جابته امي. من الامثال هذه الحين نمشي عليها في الوقت الحالي. اخو من طاع الله. كنا غرباء نسعى في الارض واليوم نقف بجانب بعضنا البعض. ربما خضنا تجربه بالبرنامج ولكن ما بعده؟ ما الذي سيواجهنا؟ ماذا يسمى تلاقي الارواح وتوافقها؟ ماذا يسمى تلاقي الارواح وتوافقها؟ تعارف ثم علاقات ثم صداقات دائمه حتى نشيب سويا. الله. حتى نشيب سويا. نحن بحر من بحور الحياه العميقه، روح بيضاء وحياه مفرحه وحديقه حب دوما مزهره. نبتدئها بالاسلام وعظم الصداقه، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انت صاحبي في الغار وصاحبي عند الحوض. المواقف كثيره والتجارب بازدياد، ولكن نقف عند كلمه حتى نشيب سويا. ثم ننتقل الى رحمه الله تعالى، حيث جعل الاصدقاء يشفعون لبعضهم. ستنجينا الحياه بصديق يراني مراته وعكاس. كلما اشتدت عليه الظروف نقف قليلا ونشاهد هذا المقطع ونشاهد هذه المقاطع، ربما تلامس احدكم في جوفه. بسم الله. طيب الله وجهك يا مهدي. اول اسم ها ورا ورا. لا يا جماعه بس